اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك. اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه. المراه الفاضله هي تاج لفعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن. من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس. دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا. اعرفي إن انتي في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي. التغيير اللي هيعمله في حياتك؟ أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره. أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا. إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات. من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت. مت؟ آه. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him. اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. احنا النهارده لسه ما زلنا مع باستور جيمي تام قسيس صيني. ربنا دعاه وقال له انا عايزك تروح الشرق الاوسط، وسمع الدعوه وراح الشرق الاوسط، وابتدينا نتعرف ببعض، وابتدى يشوف دعوه ربنا ليه ايه بالظبط، وابتدى يتعرف ببلادنا وبالكالتشر بتاعنا. وبعدين ربنا قال له دلوقتي انت هتروح انت ومراتك وعيالك، وهتسيب الكنيسة بتاعتك وهتروح تخدمني في الكامبات في لبنان. الدعوة دي ما كانتش ليه هو بس، دي كانت ليه ولعيلته وللكنيسة. والنهاردة معانا بنته آبي، وهنسمع منها ايه اللي خبراتها هناك وايه اللي حبته وايه اللي اتعلمته من الارض في لبنان ومع خبرتها مع الناس والاطفال في قلب الكامبات. Hello, hello, hello again. Hi, Abby. Hi. Abby, how old are you? I am 13 years old. You're 13 years old. عمرها بسأل عمرها كم؟ قالت لي 13 سنة. How do you like Lebanon? I love it. You love it? I love it there. بقول لها بتحبي لبنان؟ قالت لي بموت فيها. Wow, why? ليه؟ Because I get to learn a lot of new things there. لأنك تتعلم حاجات جديدة هناك. Like what? زي إيه؟ Like a new language, new culture, and لغة جديدة وثقافة جديدة. And new people. وبتتعلم كتير عن الناس. إيه اللي أنت بتحبيه في الناس هناك؟ They're all very, very kind. كلهم ناس طيبين جدا جدا. And they love talking to us. وبيحبوا يتكلموا معانا. تحس انك انت غريبة هناك معاهم؟ A little bit. شوية. It's because there are not a lot of Asians there. شوية لان ما فيش ناس كتير من اسيا هناك. So when we go outside, people will look at us. فلما بنخرج برا الناس كلها بتبص علينا، بتتفرج علينا. Does that bother you? يا ترى ده بيضايقك؟ Not a lot, because usually they are not being like mean. Usually they just want to be friends with us because we're Chinese. هي بتقول لا انا مش ده مش بيضايقني لان الناس دي مش بتبقى بتعاملنا بطريقه بايخه، لكن بيبقوا عايزين يصاحبونا وعايزين يكلمونا عشان احنا تشاينيز. واو. How do you feel about going back to Lebanon after you've been away for almost 5 months. بقول لها دلوقتي انت بعدتي، هم بعدوا بسبب ظروف فيزا كانوا بيمروا بيها، فسابوا لبنان وليهم تقريبا 5 شهور بعيد، لكن هيرجعوا تاني. How do you feel? I am very very excited. تقول انا فرحانة قوي ان انا راجعة. Why? Because I miss it a lot. افتقدت جدا الحياة هناك. Did you make friends there? I have a few. بسألها عندك أصدقاء هناك؟ قالت لي عندي شوية قليلين.
didn't you miss your friend here? انت ما افتقدتيش اصدقائك هنا في امريكا؟ I did miss my friends here and I did miss my cousins. ايوه هي حاسه بانها فقدت اصدقائها هنا وولاد عمها وقرايبها هنا. ايه السبب الحقيقي انك انت عايزه ترجعي وفرحانه بالطريقه دي؟ I feel like we have started something that God really wants us to do and I really want to finish it and continue our work there. هي عايزه ترجع تاني لانها متاكده ان ربنا ابتدى بيهم حاجه وعايزين ان هم يكملوا الحاجه اللي ربنا بداها بيهم ويرجعوا تاني عشان يكملوها الى التمام. So how was your relationship with the people in the camp? Tell me about your first experience when you went to the camp. انا بسالها بقول لها ايه علاقتك بالناس الموجودين في الكامبات واحكي لي على اول خبره ليكي لما روحتي الكامب. Most of the time at first I would play with the kids, but then I saw these girls about my age and they would always stay inside the house because they have to help clean the house. So I went inside because they really wanted me to go in. And we just started talking. They wanted me to teach them Chinese and I wanted them to teach me Arabic. So we just talked like that for a very long time. Whoa. هي بتقول اول ما ابتدت تروح هناك كانت بتلعب مع الولاد بره وبعدين ابتدت تدور على البنات اللي في عمرها ما كانتش بتلاقيهم فعرفت ان هم جوه الخيم علشان بيغسلوا وبينضفوا وبيعملوا اعمالهم المنزليه في سن 13 سنه. فابتدت ان هي تروح وتدخل الخيم معاهم وتتعرف بيهم وقالت لهم انا عايزه اعرفكم علموني عربي. سالتهم انتوا علموني عربي وهم قالوا لها علمينا تشاينيز علمينا صيني وعلمينا انجليزي. وهنشوف كليب صغير وهي بتلعب معاهم وهي ابتدت تتعلم عربي وبتقول 1 2 3 وهم بيبتدوا يتكلموا كلمات انجليزي. تعالوا نطلع على الكليب ده ونرجع مره تاني. انت زي العسل وانت بتتكلمي عربي. Speak to me in Arabic. كلميني كلمتين عربي. مرحبا كيفك. مرحبا كيفك. انا كويسة كيفك انت. منيح. مليح. انا بكلمك بالمصري بقولك كويسة انت تقولي مليح. لبناني. لبناني وسوري. They all are Syrian refugees. كلهم Syrian refugees. What do you like about the city of Lebanon? Do you go to the city a lot? اللي انت بتحبيه في لبنان هل بتخرجي بتتفسحي؟ We don't live close to Beirut but we go sometimes but I like spending time in the area we live. هي بتقول ساكنين بعيد عن بيروت لكن مش بيروحوا كتير لكن هي بتحب المنطقة اللي هي ساكنة فيها. قولي لي قصة من القصص اللي حصلت معاكي اللي بتعتبريها حاجة كبيرة قوي حصلت في حياتك. One day we were at the camps. So it was very very late already. في يوم كانوا في الكامب وكان الوقت ليل يعني وقت متأخر. It was about maybe 8 p.m. كان تقريبا الساعة 8. So we were going to leave but then this father came up to us and told us to go to his house and pray for his daughter. كانوا ماشيين خلاص وبعدين قابلهم واحد راجل وقال لهم ممكن تيجوا عشان تصلوا لبنتي. He said that his daughter's leg hurt very, very badly. وابتدى يحكي يقول إن بنته رجليها وجعها جداً جداً. So we go to his tent and then we see his daughter laying there. ورحنا دخلنا الخيمة ولقينا بنتهم نايمة. His daughter is about maybe like 18. بنتهم عمرها تقريباً 18. هو ما فيش سرير هما بيناموا على الأرض. Laying on the floor. Yeah. بيناموا على الأرض. She couldn't walk because it hurt very, very bad. ما كانتش قادرة تقف ولا تمشي عشان رجلها كانت بتوجعها ألم كتيرة. It was because before she got hurt and then when she works she has to carry a lot of things.
والسبب ان رجلها بتوجعها ان هي في الشغل اللي بتشتغله لازم تشيل احمال تقيله قوي. So me, my mom and our sister Anna, we laid hands on her and prayed for her. So انا وماما وانا صاحبتنا اللي جت معانا حطينا ايديها عليها وابتدينا نصلي لها. After we prayed for her, we went back home, but the next week my dad asked her how she was doing. And she said the next day she was completely healed after we prayed for her. بعد ما صلوا لها مشيوا وباباها رجع مره ثانيه الاسبوع اللي وراه راح الكامب وشاف باباها بيسألوا ايه اخبارها. قال لها ان من بعد ما صلت لها خفت ومشيت والوجع كله راح. واو. انت حاسه بايه وربنا بيستخدمك وانت صغيره في السن ده بالطريقه دي؟ I feel like I need to be a good example since God is using me. هي حاسة ان هي عايزة تكون مثال كويس خصوصا لان الله بيستخدمها مثل كويس. And I feel amazed that God lets me experience a lot of these things. وحاسة بتميز غير عادي ان ربنا اداها الفرصة انها تختبر وتشوف بعنيها كل الحاجات دي. هل عايزة ترجعي تاني هنا أمريكا لأصحابك وقرايبك؟ I do. عايزة ترجع. But I want to continue what God started in Lebanon. لكن عايزة تكمل اللي ربنا بدأ بيها في لبنان. وعادة بنشوف إن الأسوس ولادهم بيبقى عندهم تعب نفسي لان هم لازم يرضوا الناس ولازم يرضوا ابوهم وامهم ولازم يضحوا بحاجات كتير ويرموا حاجات كتير والاب والام بيبقوا ضاغطين عليهم. الناس هتقول علينا ايه؟ الناس هتقول علينا ايه؟ وكل الكلام ده اللي بيحط ضغط على ولاد القسيس وبنات القسيس. وفي الاخر ممكن يطلعوا مش عايزين يعرفوا الكنيسة ولا عايزين يعرفوا ربنا خالص نتيجة الضغط الرهيب اللي بيتحط عليهم من الاب والام. ودي احصائيات عالمية بتبين ان النسبة دي كبيرة. لكن انا شايفه قدامي ولاد حابين اللي ابوهم وامهم بيعملوه وبيعملوه بكل قلبهم وبكل حريه. قسيس جيمي، انت بتسمع لانك عايش هنا في امريكا، ازاي ولاد الاسس بيبقوا تعبانين ونفسيا ومن كل الجهات علشان يرضوا ابوهم وامهم؟ لكن انا شايفه ازاي ولادك جوسايا وابي وايزيا الصغير عايشين بحرية تامة حتى في لبنان في البلاد اللي هي ما يعرفوش كلمة الحرية. How do you deal with this? Well, I'm very humble in the process because I believe God is the one who is raising them, but I just do my part. إجابة بيقول هو حاسس بتواضع جامد إنه يسلك الخطوات دي علشان يربي أولاده. لكن هو عارف من جواه ان ربنا هو اللي بيربيهم معاه. I think the first thing is that the ministry is not my idol. الاول حاجه الكلام ده لكل الخدام الاسس واي ليدر او اي خادم ان الخدمه ما هياش الاله بتاعه. I define my success first as a child of God and second as a father and a husband in my family before any other success. لما انا بعرف نفسي او بقول انا مين، انا في الاول ابن وبعدين انا اب وبعدين انا خادم. Yeah, in other words, if I fail as a father or as a husband, I fail God's calling on my life no matter how successful I'm in the ministry. بيقول لو هو فشل في علاقته مع ولاده انه يكون اب او فشل في علاقته مع زوجته انه يكون زوج، فانا فاشل في دعوة الله في حياتي وفاشل في حياتي. Even though I'm not perfect, even though I have made a lot of mistakes, but I put my family first. I put loving my family and teaching them and spending time with them to talk about God, to talk about the meaning of life, to help them to feel that I love them as how the father loves me. بيدي الأولوية الكبيرة لبيته
بيدي الأولوية الكبيرة لأولاده وإنه يقعد معاهم علشان يوريهم حب الأب عشان يقدروا يشوفوا إزاي الله بيحبهم كأب. I learned to be humble before my children. I don't like order them to do different things. اتعلم إنه يكون متواضع مع أولاده ما بيدلهمش أوامر اعمل كذا وكذا وكذا. Sometimes when they make a mistake, even though I will correct them, but I will also share with them that I also make the same mistake as a child when I was growing up, that I also need God's grace, and I just want to help them by giving them more grace, and but at the same time I also teach them the truth. لما أولاده بيغلطوا وبيصلحهم أو بيقول لهم ما تعملوش كده أو يوجههم بيبقى عارف كويس جدا انه لازم يقول لهم ان انا وانا صغير عملت برضو الاخطاء دي و it's okay كلنا بنتعلم لكن لازم اقول لهم الحقيقة بس اقولها لهم بطريقة متواضعة ومش ان هم يعني اخطأوا خطأ جثيم. I am trying to be the same person in the house as the same person on the stage. وبيقول حاجة مهمة جدا من اللي هو بيحرص عليها جامد ان هو يكون الشخص اللي قدام ولاده هو نفس الشخص اللي واقف على المنبر. And also share my struggle with my children and so they know everything about me, that I'm not hiding anything, I'm not pretending to be something more holy or more spiritual than who I'm really am. ودايما بحكي قدام كل الناس ان لما اي مواقف مع ولادي علشان الناس تحس ان الحياه مع ربنا حياه حقيقيه وحياه مش انا منظر وواقف على منبر وليا هيئه وليا هيبه لكن مش عايش كانسان في كل حاجه اي انسان بيمر بيها انا زيكم بمر بيها. Yeah, even though I'm not perfect but I share with them before I knew Jesus I was even worse. بالرغم من ان دايما بقول لهم يا جماعه يا اولاد انا مش كامل لكن قبل ما عرفت يسوع انا كنت اوحش بكتير قوي من دلوقتي. And without Jesus we won't have such a beautiful family. So they know how important Jesus is to me, to our family, and they see this is real. This is not fake. This is not like we're not pretending to be somebody else. ودايما بيقول لهم ان لما بيكون يسوع في العيله ده اللي بخلينا عيلة جميلة وعيلة مميزة وإن أنا قدامكم زي أنا من وراكم وزي ما أنا واقف على المنبر دي حياة حقيقية. الحياة المسيحية حياة حقيقية بنعيشها بكل حقيقتها. Yeah, I also try to let them be part of the ministry. ودايما بشجعهم إن هو يكونوا بيعملوا معايا جزء من الخدمة اللي أنا بفكر فيها وأمهم بتفكر فيها بنشتغل مع بعض. Yeah, I believe in them and I believe that because God, they have a family that know God. In contrast to me, I didn't grow up in a family that knows God. بالرغم من ان هو اتولد في عيلة بابا ومامته والعيلة كلها كانت بودست لكن هم اتولدوا في عيلة بيعرفوا يسوع فاحنا كل العيلة بتاعتنا انا ومراتي وولادي بنعرف الرب ودي ميزة كبيرة جدا جدا انا ما اتمتعتش بيها. So I saw that they had a better start than me. فهو شايف ان هم عندهم بدايه احسن بكتير من بدايته. So it falls on my shoulder as the father, as the parent, that me and my wife, that we would provide with them what we didn't have, but we hope that we can do a good job. بالرغم من ان هو ومراته بيحاولوا يعلموا ولادهم ويدلهم اللي هم ما اتعلموهوش من والديهم وما خدهوش من والديهم. So that when they grow up, they will even go further than us. وكل اللي أنا شايفه إن هم لما هيكبروا ويبقى عندهم عيلة هيبتدوا بدايات أعلى بكتير من البدايات اللي إحنا ابتدينا بيها. واو واو. Pastor Jimmy, are you happy to go back? يا ترى أنت فرحان تروح تاني؟ Yes, I'm very excited to go back and. But at the same time, I am like I don't know what to expect. هو فرحان إنه راجع تاني لكن مش عارف إيه اللي ممكن يتوقعه بأي طريقة. As I shared before, it's a faith journey, and God takes you one step at a time.
زي ما قلت لكم قبل كده ان دي رحلة ايمان وربنا بياخدنا خطوة بخطوة. So I just know, okay, I go back, but I don't know what's going to happen after that. انا رايح لكن مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. Like who we're going to meet. يعني هنقابل مع مين؟ مين الناس الجديدة اللي هتبقى في حياتنا؟ How we can help them. ازاي نساعد الناس الجديدة اللي ربنا هيحطهم في طريقنا؟ Maybe God has something even much bigger than I expected. ممكن ربنا يكون عنده خطة كبيرة اكتر من اللي انا اتوقعها. Yeah, so this excitement, but at the same time, it's a step of faith again. هي بالنسبة لي خطوة إيمان. يا ترى قبل ما تسافر ما كنتش خايف إنك تسيب الكنيسة وتسيب الناس؟ كان إيه توقعاتك؟ وهل توقعاتك دي حصلت ولا شفت إيه شفت إيه اللي أنت شفته؟ Yeah. Well, in the beginning, I think we all were a little bit concerned, not just me, but also the church leadership too. في البداية كان كلنا مش عارفين إيه اللي هيحصل ومش أنا بس والعيلة بتاعتي لكن كل الناس اللي كانت في الكنيسة كان عندهم concern. Because we have never done this before. لأن دي خبرة ما عدناش بيها قبل كده. And to be honest, not many churches have done this before. The senior pastor is being sent out. والخبرة دي ما مروش بيها الأسس اللي هي السينيور باستور أو الأسيس الرئيسي للكنيسة إنه بيسيب الشعب وهو بيروح في الميشن أو في الإرسالية وبيسيب الكنيسة. But I'm so thankful that because the whole church received the calling together. لكن أنا يعني بشكر ربنا جدا لأن الكنيسة كلها سمعت الدعوة والكنيسة كلها ادعت لنفس الدعوة. So it's not just my family taking the step of faith, but the whole church family taking the step of faith. فاللي حصل ان مش بس انا وعائلتي اللي خدنا خطوة الايمان دي ان احنا نسيب البلد واسيب الكنيسة واروح بلد تانية واخدم ناس تانية وشعب مش شعبي لكن دي كانت دعوة للكنيسة كلنا مشتركين فيها. So we all know that this is from God and as we respond, God is going to take care of us. واحنا متأكدين كلنا كعيلة وككنيسة ان دي دعوة من ربنا وربنا هياخد باله من كل التفاصيل. And our lay leaders, our lay people step up. وانا لما رجعت شفت ان الاشخاص اللي كانوا قادة عادية في الكنيسة ابتدوا يعلو. And surprisingly, thankfully, after 9 months, the church grew even more. ولما رجعت لقيت ان الكنيسة بعد 9 أشهر من وانا مسيبهم الكنيسة كبرت اكثر. In which way? More people, more maturity and more excitement. ناس اكثر جت الكنيسة الناس جالها نضوج روحي حصل لها نضوج روحي اكثر في الكنيسة. They brought more people to the Lord, they baptized more people. جابوا ناس للرب وعمدوا ناس كتير في الكنيسة. Yeah, I said surprisingly not because that I didn't believe in my people, but you know, normally when the pastor is not here, they would think, you know, things will go down or at least, you know, we maintain everything that's good enough. عادة اللي بيحصل لما القسيس يسيب الكنيسة لفترة معينة يعني لو حصل حاجة كويسة قوي ان الكنيسة تستمر في نفس الوضع وبنفس الاعداد لكن انه يشوف ان الكنيسة نمت وازدادت بالطريقة دي كان حاجة فرحته قوي. Yeah, I was very excited. كان فرحان جدا. And a lot of our people mature. وشاف ان شعب الكنيسة حصل له نضوج روحي غير عادي. Yeah, I believe this is how sometimes people grow. وممكن دي طريقة ربنا بيستخدمها عشان الشعب ينمو. We all enjoy and feel safe in an environment that we are very comfortable with. احنا دايما حاسين بالامان في الوضع وفي الانفايرمنت اللي احنا مرتاحين فيه. So for example my family, so we moved to Lebanon and we grew a lot through the experience. وبالنسبه لي انا يعني انا والعيله بتاعتي كلنا رحنا لبنان والخبره دي خلتنا كلنا ان احنا ننمو مع بعض ويحصل لنا ماتوريتي مع بعض. At the same time the church when I was there, you know, they say, oh, pastor is here, you know, pastor's gonna take care of this and he will do that.
عادة لما كنت في الكنيسة الناس كان أي حد يجي له أي مشكلة أو أي حاجة أي حد يسأله على أي حاجة يقول القسيس موجود والقسيس ممكن ياخد باله منك وياخد باله من مشكلتك ومن الموضوع الفلاني روح حكي مع القسيس. So when they send me out, it's now their turn, you know, to grow and to lead. لكن هم لما أرسلوني في الإرسالية دي بقى الدور عليهم هم إن هم يقودوا وإن هم يقوموا بالعمل. Yeah, so I saw a lot of transformation, maturity, and growth. فلما رجع شاف تغيير حقيقي وشاف نضوج حقيقي وشاف نمو غير عادي. Yeah, I'm so thankful for the way how our people took the challenge. أنا فرحان جدا لما شفت إن هم إزاي أخذوا الأمر بجدية. Yeah, and I'm so thankful. I'm very very thankful. وأنا بشكر ربنا جدا على اللي حصل ده. باستور جيمي من ساعة لما كان موجود هنا كان دايما مالك المكان اللي هو فيه فرح. شايفين كلنا الابتسامة. His smile is just like filling the place. الابتسامة بتاعته دايما ما بتسيبوش. هو وآبي وجازمن وجوسايا وايزيا دايما مبتسمين. يعني المكان مليان فرح. يعني انا لما باجي المكان هنا وهو موجود بحس المكان مليان فرح. لكن لما باجي كمان وهو مش موجود بسمع اصوات التسبيح 24 ساعة في المكان. صلاة على طول. وشايفة اللي هو بيقوله. كل واحد بقى قائد. كل واحد بقى بيشجع التاني. كل واحد بقى قايم بدوره. ودي حاجة تفرح لما الأمر بيكون من عند الرب. الكل بينضج. الكل بينمو. الكل بيبقى فرحان. وكل يبقى حاسس إنه هو جزء من الإرسالية دي والعمل ده. يا ترى تشجع ناس تانية إن هم يروحوا في مخيمات اللاجئين من أمريكا يسيبوا الدعوة دي بتاعة العمل هنا في أمريكا والحياة العادية ويروحوا ولا تقول إيه؟ أكيد. He speak Arabic too. Yeah, of course. Yes. I do encourage other people to go. هو بيقول أكيد أشجع الناس إنها تروح. ممكن ناس تقول أوه إزاي أروح هناك ده خطر. Do you see it dangerous؟ يا ترى بتشوف في خطورة؟ No, I don't see it's dangerous. ما بيشوفش إن في أي خطورة. And another thing is, I think if we walk in God's will, that's the safest place to be. قال حكمة عملية جدا. لو احنا ماشيين في خطة الله ده اكتر مكان امان. It's very true. يا ترى وانت واخد بنتك الجميلة الأمورة دي للعالم العربي اللي ممكن بتسمع عنه الولاد بيعملوا ايه في البنات وازاي بيتعكسوا وازاي ممكن يعملوا يضايقوا البنات ويتعبوا البنات ما كنتش خايف؟ Well, first of all, I don't let fear control our lives. الأول حاجة وأهم حاجة أنا مش بسمح للخوف إنه يتحكم في حياتنا. And second, we pray a lot. والحاجة الثانية بنصلي كتير. And we are so thankful that we have a lot of people praying for us. وأنا بشكر ربنا لأن ناس كتيرة بيصلوا من أجلنا وإحنا في الموقع أو إحنا في الفرونت لاينز إحنا في ال... yeah. And third, I believe we also pray for wisdom. ودايما بنصلي ربنا يدينا حكمة. We also need to exercise wisdom to not put ourselves in, you know, risky or dangerous situations. إن ربنا يدينا حكمة ما نحطش نفسنا في أماكن خطر أو في نقول الحاجة الغلط اللي تفتح قدام علينا أبواب الخطر. So we learn from people like you, you know, that have experience, who has experience in living in that part of the world and serving that part of the world. وبيتعلم من الناس اللي زي اللي من المنطقة إزاي نخدم وإزاي نعيش وإزاي نفهم المجتمع في الأماكن دي. How about you, Abby? يا ترى وانتي خارجة في الشارع كواحدة بنت جميلة وأمورة وماشية مش بتبقي خايفة الولاد يعكسوكي يكلموكي كلام يضايقك؟ Not very, but I always stay with my brothers and my dad, but not very scared. I'm not very scared. مش بتبقى خايفة بس دايما لما بتخرج
بتهتم ان يكون معاها واحد من اخواتها او باباها. يا ترى عشان هم ولاد او رجاله؟ Yeah, and also I like to stay with my dad. He makes me feel more steady. ايوه عشان هم رجاله يبقوا معايا، لكن انا دايما بحب ابقى مع بابا لاني بحس بالامان دايما وهو معايا. How about mom and Anna؟ ومامتها يا ترى وانا، واحدة عدوة من الكنيسة هنا راحت معاهم، بنوتة صغيرة عمرها. How old is Anna؟ Anna, I think she's 26. About 26، يعني في عز شبابها وأمورة ورقيقة قوي. Do they feel the same? I think so. They don't seem very scared. مش بيحسوا ان هم خايفين. يا ترى أول ما سمعتي ان بابا وماما بيقولوا لك هنروح لبنان، كان ايه اول رياكشن عليكي؟ I was very very excited and very happy. You were؟ كانت فرحانة جدا جدا ان هي هتروح. Why؟ Because when I was little my dad will give me books to read. لانه هي صغيرة باباها كان بيديلها كتب تقراها. And those books were about other missionaries. والكتب دي كان بتتكلم على مرسلين راحوا في مناطق مختلفة من العالم. And that inspired me to go out into the world and share the gospel like those missionaries. وده كان دايما بيشجعني، وحاجة كانت جوايا ان انا عايزة اروح بلاد مختلفة وعايزة ان انا اعيش العيشة دي. And at first when I wanted to become a missionary I thought I had to grow up and go to college and then go out into the world myself. كنت زمان وانا دايما بفكر، كنت بقول انا لازم اخلص تعليمي وبعد ما اخلص تعليمي اروح البلاد دي واشتغل شغل الإرسالية. But then when my parents told me we might be going to Lebanon as a family I was even more excited because I get to serve God next to my family. لكن لما قالوا لي بابا وماما ان احنا هنروح لبنان وهنروح مع بعض وانا في السن ده، بقيت فرحانه قوي ان مش هبقى بس بروح وحدي لما اكبر، لكن من وانا صغيره هنروح كعيله. You're making me cry. What a story. What a life. It's a beautiful life. It is. I'm so thankful just to know people like you. I'm so thankful. I'm so blessed to be here in this place. Real people, real story. ناس حقيقية، قصص حقيقية، إيمان حقيقي يروح في العالم عشان بيحب الناس، عشان بيقبل الدعوة. ربنا دعاهم وهم اختاروا. قصة واقعية لناس حقيقية بتتبع وبتحب وبتختار وبتتبارك وبيبقوا سبب لبركة كبيرة في العالم. دايما بقول لكم أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. من مثل حي، من قصة حقيقية، قدمنا ليكم برنامج المرأة الفاضلة. عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها